من جديد نحييكم في الجزء الثالث طبعا من برنامج احكي بالون على الهواء مباشره طبعا في قناه البلاد تي في. الان سنتوقف طبعا الحديث عن ديربي الغضب والذي حدث في ملعب 20 اوت 55 ببرج بوريريج بين اهلي برج بوريريج ووفاق ستيف. من يتحمل المسؤوليه ومن كان اقول وراء ذلك؟ ننبذ العنف، نعم. اذابه الجليد، نعم. اعاده الروح والعلاقات، نعم، ولكن لابد من اتخاذ قرارات ردعية لإحالة المتسببين للعدالة، والكل واحد يأخذ جزاؤه، لأن أرواح الناس كانت في الميزان أو في المزاد. عاد التقرير عادل يسف، ثم نعود لفتح النقاش. أفلام رعب جديدة تنتجها بطولتنا الوطنية وتمثل حلقات بالتنوع على الملاعب الجزائرية في سيناريوهات غامضة ومتكررة بين أنصار الأندية ومشاهد يندلها الجبين وبعيدة كل البعد عن الاحترافية. كورونا العنف أصاب هذه المرة منافسة كأس الجمهورية، وتغلغلت فيروسته بشكل رهيب على ملعب 20 أوت بين أنصار أهلي برج بوريريج وجماهير الضيف الصيفية، وتبدأ أعراض الوباء تظهر عليهم في أواخر دقائق المواجهة الرسمية بأحداث شغب وتخريب وفي مشاهد كارثية مأساوية وصلت لحد حرق بساط أرضية ملعب 20 أوت. نتكلموا على الحادثه تاع البارح اللي نتاسفوا بزاف عليها، تراو اعمال اللي غير لائقه بالكره الجزائريه وغير لائقه بالمناصرين الجزائريين. تصرفات لا مسؤول من قبل المناصرين تزامنت وقرار وزاره الشباب والرياضه باجراء المنافسات الرياضيه دون حضور جماهير، فهل ستضرب الرابطه المحترفه ورئيس عبد الكريم دوار بيد من حديد ام ستختفي عن الانظار وتغض البصر عن مثل هكذا احداث كارثيه؟ الرشق هذا عنا لا ليغ، يعني الرابطه تعاقب الفريق بان افيرتيسمون. لا عاد وصلنا لي تروز افيرتيسمون، كاين لا كاين تروز افيرتيسمون، راح نروحوا بان ماتش ويكلو. بين هذا وذاك وفي ظل تضعف اعمال العنف على الملاعب الجزائريه، ننتظر من الجهات المعنيه تسليط شد العقوبات القاسيه لتفادي اعصار اعلى الهيئات الدوليه، وهل حرمان الانديه الجزائريه من انصارها الوفيه اضحت ضروره حتميه من اجل تعقيم مباريات بطولتنا من مثل هكذا مشاهد ماساويه؟ صور مؤسفة في مباراة كانت في القمة بين الفريقين، في مباراة هي مباراة كأس جمهورية قد تقسل هذه السنة، وفي الموسم المقبل ستفوز بالكأس، وإن فزت بالكأس ماذا سيتغير؟ أعتقد أنه ما حدث أشياء لا يتقبلها لا المنطق ولا العقل. ماشي في كل مرة نحمل مسؤولية للرابطة والرابطة والرابطة، وتظهر صورة طبعا رئيس الرابطة وكأنه هو الذي كان متسببا في العنف، ولكن حتى رئيس نادي أهلي برج بوريريج عليه أن يقر ويتحمل أيضا المسؤولية، مسؤولية ما حدث، لأن ما حدث حدث في ملعب البرج وليس في ملعب الثامن بماي بستيف. بالفعل هنالك فعل وهنالك ردة فعل. أنصار وفاق ستيف ما عندوش الملائكة، وأنصار برج بوريريج أيضا ما عندوش الملائكة، ولكن في أطراف شوشت وخلقت هذه الأجواء المشحونة التي دفع ثمنها طبعا المصابين وحتى رجال الشرطة ورجال الأمن. لولاهم ربما كانت الأمور تخرج عن النطاق. قبل ما نجي سيد زغلاش اللي طبعا سيد يدافع ويتحدث عن وفاق ستيف، وأيضا سيد جم سودان سيدافع ويتحدث طبعا أهلي برج بوريريج، وهذا أمر مشروع وأمر طبيعي لشخص يمثل أهل برج بوريريج ويمثل المدينة، وأيضا شخص يمثل وفاق ستيف ويمثل المدينة والأنصار. قبل ما نجي لك أيضا محمد خزروني وزاع جلول ينضم إلينا على المباشر وعبر الهاتف، وهو مشكور على ذلك رئيس لجنة الانضباط السيد كامل المصباح. سيد كامل المصباح، أولا مساء الخير، شكرا لك على الحضور معنا على المباشر عبر الهاتف. ثانيا سؤالي لك، أمور خطيرة شاهدناها في الأقسام السفلى حدثت أمام كاميرات التلفزيون، أمام العالم، أمام كل الجزائر شاهدت ماذا حدث، والأنه الذي حدث لا يقتصر على مدينة البرج أو ملعب برج بوريريج، والناس اللي قامت بهذا الشيء لا تمثل، أعرف جيدا هذه المدينة لا تمثل طبعا مدينة برج بوريج. سؤال الذي يطرح لك سيد كمال مصباح، ما هي الخطوات المقبلة، وهل بالفعل هنالك تحقيقات معمقة
لاتخاذ قرارات ستكون قاسية ربما لنادي برج بوعريج وربما لكلا الفريقين وربما للأشخاص التي تسببت التي نتمنى أن تحال على العدالة الجزائرية. تفضل. مساء الخير سي كمال. مساء الأنوار وللضيوف الحاضرين. على كل حال أول شيء نقول أن تفشي ظاهرة العنف هذه في الملاعب خاصة بعد كل مباراة لكرة قدم الذي أصبح يأخذ عدة مظاهر متعددة من اعتداءات بالضرب وتحطيم المركبات وحتى حرق أرضية الميدان. ولاحظنا أنه يعني منذ يعني ترأسنا لجنة الانضباط أن أعمال العنف تكون إما بسبب التعصب الرياضي وعدم التحلي بالروح الرياضية لبعض يعني الجماهير وكذلك فقدان ثقافة الوعي والتسامح بين الأنصار إضافة إلى نزعة التعصب إما القبلي أو الجهوي. مثلا كل يعني جهة أو كل مناصر يعني يتشبث ب يعني منطقته. أما فيما يخص يعني ملف هذه المباراة سيد كامل صباح خلينا نقف في ملف هذه المباراة فعلا يعني المباراة هذه وقعت يوم يعني هذه الأحداث وقعت ليلة الثلاثاء يعني وتمت يعني مباشرة بعد انتهاء المقابلة وقعت فيه يعني يعني اجتياح أرضية الميدان وتمت فيها خسائر يعني مادية وحرق أرضية الميدان إضافة إلى يعني تحطيم ممتلكات يعني هذا الملعب. ثم وقعت في خارج الملعب بعض يعني أحداث الشغب والتي أدت إلى يعني أضرار مادية لبعض السيارات ثم أضرار كذلك جسمانية ما بين أوساط المناصرين وكذلك رجال الأمن. اليوم الملف هذا تم فتحه على مستوى لجنة الانضباط وسيتم الفصل فيه يوم الاثنين إن شاء الله بعد استدعاء يعني رؤساء الفريقين ثم السماع إلى يعني سماع إلى أقوالهم ودراسة التقارير التي قدمها كل طرف على حدة إضافة إلى استعانة أعضاء اللجنة بالتقارير الرسميين والصور وحتى يعني الفيديوهات. سيد كمال المصباح تتحدث بأنه لم يتم الفصل نهائيا في هذه القضية ولكن الشيء الذي ربما أثار الجدال حول لجنة الانضباط هو إيقاف المدرب نبيل الكوكي حتى تستمعون لأقواله وهنا المفارقة. تعليقك. لا ليست مفارقة وإنما يعني عارفين أنه فيه ورقة المقابلة احنا وصلتنا ورقة المقابلة. ماذا تقول هذه الورقة سيد كمال المصباح؟ فعلا ورقة المقدمة تم تدوين فيها إذا لاحظتم المحضر اللي صدرناه يوم الخميس أنه يتضمن مقابلة برج بوعريج مع وفاق سطيف تم فيه تدوين كل الإنذارات التي يعني تم تلقيها اللاعبين في المقابلة إضافة إلى يعني إيزون سينيالي لونترينور دو ليكيب أو أس أس يعني تم تدوين مدرب وش دونه سيد كامل صباح تجاه الرسميين وبالتالي احنا كإجراء تحفظي مثل الإجراءات التي نتخذها عادة كيكون فيه يعني مسير يعني مدون في ورقة المقابلة نقوم بتوقيفه ثم نسمع إلى أقواله في جلسة لاحقة ثم تتخذ القرار المناسب. طبعا هذا ما تعلق طبعا بنبيل الكوكي وطبعا ما تعلق طبعا بيئة المباراة هل ستكون ربما هنالك اتخاذ قرارات صارمة هذه المرة لربما القضاء على الظاهرة التي تبقى تؤرق كرة القدم الجزائرية وحتى العالمية الأستاذ كامل المصباح؟ على كل حال لجنة الانضباط ستعمل يعني وتحقق في هذا الملف وستحاول أو تعمل على إنصاف كل طرف لأن اللجنة هذه في آخر المطاف هي لجنة تصدر العقوبات ولكن ليس من يعني نقول هدف اللجنة هي اللي راح تقضي على العنف في الملاعب كما تعلمون لأن القضاء على العنف هو عبارة عن يعني سياسة تأتي يعني من الفوق من القمة ثم نزولا إلى الفيدرالية والرابطة ليتم تنفيذها عبر المسيرين الفرق. احنا اليوم ان شاء الله يوم الاثنين بعد استماع الى الاطراف والتحقق في الملف سيتخذ القرار المناسب في هذا الملف
جيد إن شاء الله. جيد أستاذ كمال مصباح، كسؤال الأخير، ما هي ربما أقصى العقوبات في مثل هكذا قضايا متعلقة باجتياح الملعب، بكسر، بحرق، بإصابات، بعمل عنف؟ والله لو أعطيتك، لأنه اليوم ما كاش نص مادة واحد الذي سيطبق، باعتبار أنه هناك عدة مخالفات في هذا الملف، مثل ما سبق أن ذكرت فيها تحطيم أملاك أو تحطيم أملاك الملعب، إضافة إلى يعني فيه لي بليسور أو إصابات، إضافة إلى يعني فيه ما يسمى ب des événements graves, des incidents graves. Les incidents graves هذو أو ما يعرف بالأحداث الخطيرة يتم يعني تكييفها من طرف لجنة الانضباط، واللجنة هي التي ستعطي يعني العقوبة اللازمة في ذلك. شكرا لك الأستاذ كمال مصباح رئيس لجنة الانضباط على كل هذه الإيضاحات طبعا المتعلقة بمباراة أهلي برج بوريج. قبل ما نجي لجابر زغلاش وايضا جمال مسعودان، سؤال كبودين، سؤال منطقي ما يروحش المحرم في المجرم، ما ذنب اداره اهلي برج بوريج حسب جابر زغلاش وحسب كل اعضاء الوفاق الصيفي حضيوا باستقبال جيد من طرف اداره اهلي برج بوريج؟ ما هو ذنبها وما هو ذنب الجماهير التي تحلق بالروح الرياضيه في ربما 5 مناصرين أو 10 مناصرين كانوا وراء اعمال الشغب واعمال العنف؟ محمد خزر كمال، انا قبل ما ندخل في السؤال تاعك ندخل في امور واحده اخرى. ما بين فريقين، فريق وفاق صيفي معروف وفريق برج بوريريج، انا الحاجه اللي خلتني هي صور مؤسفه اللي شفناها اليوم كمال، باسكو سي تري امبورطون تشوف صور كيما هذه تقول وين رانا، لانه هادو جارين، هادو فاميليا. قبل ما تكون كره قدم، لا انا جايك للسؤال تاعك، لانه باسكو هذه الظاهره راهي تتعاود كمال، راهي تتعاود، لانه ما خداوش قرارات صارمه باش انه ما يصراوش هادو الاشياء يصراو. فيما يخص السؤال تاعك، هادو شبه الانصار اللي راهم يعودونا في كل شيء. شبه انصار هما، انصار انا نقول شبه انصار، لانه الانصار لانه الوافي المناصر الوافي كامل عمره ما ينجم يدير هكذا، يزعف ينجم حتى يقول كلام كذا، ولكن ما يلحقش. استنى، الملعب هذا شكون يلعب فيه كمال؟ الملعب هذا شكون يلعب فيه؟ لا من غير فريق، شبان مساكن، واش ليماج اللي انا نشوف فيها؟ اسكو سيدي زيماج اللي تشوف فيهم؟ رانا الفوتبول خلاص كمال، ما بقاتش، والله ما بقات. انا سؤال الذي يطرحه طبعا لرئيس مجلس اداره الاهلي برج بوريج الشاب، رئيس الشاب انيس طبعا بن حمادي، عليه ان يكشف ان كانت هنالك اطراف محرضة والأطراف جاءت للتشويش وإفساد العرس، هذا من جهة. ولكن سأعود أيضا لتصريحاته، هل كانت هي التصريحات فيها تدخل في إطار الحرب النفسية عندما قال على الوفاق أن يهتم بالبطولة والكأس ستكون برايجية ونحن في الدور الربع النهائي، ونعرف أن كأس الجمهورية هي التي تختار؟ هذا سؤال نطرحه. أما أنها تدخل في إطار استفزازات لمدينة، لأنصار، لنادي، لكيان ولإدارة وفاق صيف، هذه الأشياء التي نطرحها اليوم على الشاب أنيس بن حمادي، الذي ربما أمس في تصريحه غاد ربما تحطم الملعب، ولكن أرواح الأشخاص والناس تعرضت للإصابات، رجال الأمن لولاهم، أقول لولا رجال الله ورجال الأمن لحدثت الكارثة في برج بوريج. سي جابر زغلاش، نعود إلى البداية، إلى مربط الفرس قبل مجلس سيد جمال مسعودان، هل بالفعل حظيتم باستقبال رائع وجيد من طرف إدارة أهلي برج بوريج؟ سي كمال، ماذا بيا تعطيني الوقت باش نوضح لك نقطة؟ تفضل، لك كل الوقت أنت وجابر مسعود. ونقطة مليحة وضحتها الآن. أولا نبدأ بالاستقبال، شوف باش يقول لك أحسن استقبال، ما كانش أحسن استقبال، سوء استقبال، ما كانش سوء استقبال، استقبال فروع. بون، ماشي نقول لك تعدوا علينا، لا، إنسان راه ربي راه كيما يقول لك راه هو القاضي الوحيد في هذه الأشياء اللي ما هيش باينة. إحنا إن شاء الله كيما يقول لك نهضروا غير الشيء اللي شفناه، والشيء الآخر اللي مدبر ولا مش مدبر هذه كاين عدالة إلهية التي ستفصل. أعطيك الصحة. أولا الاستقبال كان فروة، ما نقولكش تعدوا علينا،
ما نقول لك ما كانش استقبال حار كما درنا احنا في الصيف. لخطر الاستقبال حار يجوا ربعه ولا خمسه مسيرين يتلاقاو بالمسيرين تاع الفريق الزائر كما احنا وجدنا درنا دي بلاطو تاع الكاطو درنا جي درنا الماء استدير هيئنا كل شيء باش يكون استقبال يليق بسمعه الفريق هذا اللي جاي يلعب عندنا. انا باش نقول لك استقبال حار ما كانش تلاقينا الاخر كان استقبال من عند نذير بوزنات صح استقبلنا عند الهبوط تاعنا من الحافله ولكن من بعد ما كان ولا واحد مسير. ما كان حتى مسير الا نذير بوزناد يعني نشكره يعني كيما نقول لك قعد معنا وعطانا يعني من وقته بصح المسيرين الاخرين ما شفنا حتى واحد اي مسير جاء ولا سقص علينا ولا قال لك واش خصكم ولا واش ما خصكمش. تلاقيت بالرئيس بن حمادي تلاقيت معاه سلم عليا عادي يعني نورمال يعني ما تبادلناش الكلام بزاف عطيك الصحة ما تبادلناش الكلام بزاف لعبنا المقابلة دوكا نرجعوا للتصرفات يعني كي لعبنا المقابلة بدينا الشوط الأول كان بون أبار لي لابريسيون اللي برا والغاشي وذيك هذيك منها عادي يحدث في كل الملعب هذاك أمر عادي وندير وكذا أكرم جحنيط لو كان تدير وتماركي راك تعرف يعني هذه الأمور هذه معليش ما نذكروهاش تدخل في الحرب في النفسية معليش ولكن نقطة الاستفهام هنا سي كمال باش تشوف تصرف دوك حنا قلنا مدبر هما يقولوا ماهوش مدبر دوك حنا ما نقدوش دوك حنا واش شفناها مدبر لان علاش كان لو كالم توتال دوزيام ميطون تشوف في حجاره بدات علاش نقول لك للامانه من الناحيه الفنيه في الشوط الثاني في الملعب كيف كان احسن من الناحيه الفنيه يعني مازال ما لعبناش كامله في الشوط الثاني من لعبناش النقطه هذه كان امر فني يعني. كان يعني تصرف غير عادي من طرف بعض الانصار اللي بداوا يرشقوا بالحجاره لي سيبورتر تاعنا. اني نقول لك الحجاره اللي كانت اللي نزلت في الستاد واللي راحت انفير لي سيبورتر تاعنا لازم لك يعني تكون محجره قدامك باش تقدر تهيئ هذيك السؤال كيفاش دخلت لا كونت انا ما فهمتش كيفاش دخلت كاين اللجنه تاع قبول هذا الملاعب ما فهمتش الحجره هذه كيفاش لحقت او ماهوش قال الانسونتان تاع بيير جيت سيدي طون شغل الكاميو يجي يفرغ تخلص يزيد يجي يفرغ يعني نقولها يعني لكن نوضحوا كلش لازم نوضحوا كل تفضل نفتح لك المجال لا كونتيتي تاع الحجره اللي نزلت الور وين الحاجه اللي بلي غراف اللي ما فهمتهاش انا شفتها في واحد الملعب ماهوش لازم نقول وين شوف لي كادنا يترموا لي سيبورتر تاعنا يسمع يعني قاتل الانسان اللي يرمي ان كادنا هاك شفتوا شحال توزن وفي وماضيه لو كادنا السكر نقولوا حنايا ترميها لواحد اخر تقتلوا ثم في البلاصه تقتلوا يسمع يعني هنا يعني لهنا بدينا نشوفوا امور مدبره انت هز معك كادنا مدخلها للستاد اسمع خلاص صافي تدير باللي انت راك قاتل المناصر الصيفي هذا جاي يتفرج في المقابله تاعو انت قاتلو اسكو احنا درنا هكذا في الصيف ما درناش باشناش عملهم في ما درناش يعني كاين امور سبحان الله الواحد القهار يعني ما دوك الا كان دبروه الناس هذو يتحاسبوا طبعا حتى نختصر في لانه ماشي ندوه صحفيه لكن بدنا نختصر لانه في انا نقول يعني شيء ماذا حدث بعد صافره النهايه هل بالفعل هنالك مناصرين من وفاق سطيف دخلوا واستفزوا انصار بوج بوريريج ام لا لا هم دخلوا من اجل طالب الاغاثه طالب استفزاز مادام سيتي غير ناضت قلت لك انا قلت لك الحجر نزلت خلاص ما بقاش استفزاز استفزاز كتعود كيما نقولوا الحاله كالم يعود ذيك نقولوا يبدا استفزاز ماذا حدث السيد زغلاش حدث لي سيبورتور تاعنا هربوا للتيران باسكو ما عندهمش منفذ واحد اخر ما عندهمش وين يروحوا هربوا للتيران لحقوهم دي سيبورتور ثاني تاع اهلي برج بوريريج وتخلطت النابل بالحابل وبدات نزيدو نهضروا على حرق الملعب الملعب نص تاعو تحرق في لي فيميجان ان سيكونتين دي فيميجان كانت فوق الملعب الور لي ستادي ما قدروش سيد زغلاش في المقاطعه خليك في نفس السياق الخطوه اللي تيجي حتى نعطيني كل يدي حق نحقها وانا جايك سي جمال مسعودانا نحن مصيفين طبعا في هذا البرنامج حق اهلي برج بوريريج حق وفاق سطيف لكن الاصداء اللي جاتنا المصادر اللي احنا ستين ايضا كاعلاميين في الدنيا كاين فعل وكاين ردة فعل يقولوا ان واحد المناصرين تاع وفاق سطيف هبط وبدا يسف الانصار لا برج لا وهيجهم قالك احنا ما غاديكمش التعادل لا لانه امر عادي في كره القدم سبق لاهلي برج بوريج انه نهزم في ارض مال هذاك سيبورتر هذاك نزلوه باسكو مفتوخ في راسه باسكو ضربوه في راسه جابوه عقبوه معليش تفضل كي عاد مفتوخ هكذا دار لهم يعني يعطيكم الصحه يعني بالدم تاعو ماهوش استفزاز يعني كانسان كان نورمال شي قال سب ولا قام بطريقه اخلاقيه انا شفته والله العلي العظيم يعني نهضر الصح هذا الانسان هذا جا مفتوخ من راسه كي جا عاقب دار الاهلي برج بوريريج اللي سيبورتد عندهم يعطيكم الصحه ورا لهم الجرح
او كونترير مش استفزاز. يعني كما نقول لك يعني يعطيكم الصحه، احنا استقبلناكم بالورود، انتم استقبلتونا بالكادنا ولا والحجر، هذا هو مش استفزاز. ومن بعد المناصرين تاعنا كي هبطوا للملعب اوتوماتيكمون ما عندهمش وين يروحوا، قعدوا ثم كانت ثاني ان ميلونج اونتر لي دو سيبورتور دو باري دوتر من الاهلي برج بوعريريج ومن الوفاق سطيف كانوا في التيران، ديجا الملعب ديجا كان محروق باللي في ميجان، ولا فين تاع الماتش كاين لي سيبورتور من الجهه الاخرى رماوا لي في ميجان، الغضب تاعهم تاع المقابله بالك ما عجبهمش لو سكور تاع داير هوم ماركاو في لا دانيير مينيت. ومن بعد ثم دخلت ولا الحرق ولا الحرق. قالوا احنا رانا نهضروا على الخسائر الماديه في التيران، معليش في التيران والخسائر الماديه اللي خرجت برا اللي كانت برا السيارات تاع الاستاد ما يجيش 10% ما يجيش 10% واش الطوموبيلات اللي تحرقوا. انا راجل سوي دون لو دومين، هاني في الدومين تاع السيارات تاع تهيئه الاستاد، نعرف ان القيمه باش تعاود ان طارطون باسكو مش راح تعاود دو لاكوش دو باس تاعو، راح تعاود لو طارطون، نعرف التكلفه تاعو وعلى بالي التكلفه تاع السيارات اللي تحرقت برا. الوغ هذه التكلفه تاع الاستاد والله ما تجيش 5% الشيء اللي تحرق. يعني كاين حوايج نهضروا عليهم، نهضروا على الملعب حقيقه كاين الملعب راح يلعبوا فيه أرواح أشخاص ما عندهاش، ولكن أرواح أشخاص يا أخي. شوف سيد جابر زغلاش، هل إدارة البرج كانت معاكم واقفة لما كانت هذيك عمل عنف؟ هل هتأت من الأمر؟ هل جت ليكم؟ هل حماتكم؟ هل حمات لاعبين؟ كل واحد في جهة. ماشي أنا قلت لك شوف ما ضروناش إحنا كلا لا في نهاية مهابة لا نهار عمل عنف لا واحد كل واحد مع فريقه، كل واحد مع فريقه. وانا كنت مع اللاعبين تاعنا كلمناهم، وكنا الاثنين مع المناصرين اللي جابوهم مجروحين دخلناهم واحد الفيستير اون فاس الفيستير تاعنا كانوا يديروا في الاسعافات الاوليه، كنت واقف معاهم انايا، خرجت لبرا بصح ما فهمت فيها والو، حاله مخلطه، كان لي سيبورتير مخلطين، كانت فوضى، ما تقدرش تعرف هذه سوء تنظيم. وانا نقول يعني ديما تحمل المسؤوليه بكل صراحه سي زغلاش. انا معليش نحمل المسؤوليه و... اولا اداره ماشي نتهمها باللي هي اللي دارت شيء صدر عمرت الناس هذو والله قال لهم ديروا سوء تنظيم. سبحان انت عندك ماتش ديربي وعلى بالك باللي لونطون دو سيتيف واهلي برج بوعريريج عندهم دائما المقابله تاعهم فيها شحنه. الو باش نبداوها بالتصريحات على بالك انا كيعود هذا الماتش مستفزه تصريحات تاع سطيف يخمم البطوله وكان اهلي برج بوعريريج راح يلعب مع لامسيو راح يلعب، جات هذيك لا ديكلاراسيون تاع الرئيس قالنا احنا نلعبوا على البطوله هذيك راح تفوت عادي. تشوفها مستفزه مستفزه علاش؟ الشحنه اللي ما بين الفريقين هذه تقول نص كلمه تقدر تشعر ربما هي حرب نفسيه من طرف الحاله هذه. انا كمسؤول سواء في الاهلي برج بوعريريج والله في وفاق سطيف نبيض استدير لين الكلام قد ما نقدر، لان في المقابله هذه قد تغلط غلطه صغيره لاش تسميهاش استفزاز بصح تخلصها غاليه. انا نقول لازم تحضر المناصر. شكرا الكريم. شكرا سيد جابر زغلاج عطيناك كامل الوقت. جمل سودان انت ايضا تمثل كرئيس سابق لبرج اهلي برج بوعريريج عضو في الاداره الحاليه، استمعت لما قاله طبعا جابر زغلاش حول الاستقبال، لم يكن جيدا ولم يكن سيئا ولكن كان فاترا باردا. تحدثنا عن تصريحات رئيس شاف في اخر المطاف، نتمنى من بوزناد يملك الخبره يملك التجربه طبعا كان رئيس مجلس اداري ينصح هذا الشاب ربما كرئيس شاب في تصريحات ربما كانت مستفزه ربما شعلت المباراه، ولكن ربما الطرف الاخر يقول لك هي تصريحات تدخل في حرب نفسيه. قال لك يا خويا بصحتهم البطوله وحنا ان شاء الله ندوا كاس الجمهوريه. هكذا الكاميرات تفضل كسروهم بالحق. جيد كاميرات هذه كاميرات كسروهم بالحق. وجود انضباط ستاخذ كل هذا. نحن نريد ان نكون منصفين موضوعيين، نعطي لكل ذي حق حقه، ولان الذي حدث لا يمثل اقول اهلي برج بوعريريج وحتى مدينه برج بوعريريج، نفس الشيء لسطيف ونفس مدن اخرى. سي جمال سودان استمعت لما قاله، ربما ايضا حتى نكون منصفين هي ليست المره الاولى التي تحدث اعمال شغب في ملعب طبعا برج بوعريريج. انت اكيد عندك مصادرك، عندك ما حدث في المباراه، وعند نهايه المباراه لك الحق للرد وللحديث عن كل هذا، ولكن يشير لي زميل الوليد حمدادو بعد الفاصل، وسأعطي الوقت الذي أعطيته لسيد جابر زغلاش سأعطيه لجمال مسعودان حتى نكون منصفين ويكونان متساويان. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير من برنامج طبعا نحكي بانون. الحديث لازال مستمرا متواصلا حول قضية الساعة والحدث الذي فرض نفسه أمل العنف تعود مجددا من الأقسام السفلى إلى الأقسام العليا، ولكن هذه المرة بين الجيرين بين
مدينتين قريبتين تشتبهان في العادات وفي التقاليد وحتى في القرابة. جم سودان نعود إليك، نعطيك حق ما أعطيته لجابر زغلاش، لك كل بدون مقاطعة. بدون مقاطعة بالفعل. بارك الله فيك. أولا الشيء اللي عجبني في سي زغلاش أنه il nous a inventé حاجه جديده. La réception c'est quoi être reçu؟ réception froide. انا ما فهمتش، نستقبلك نجيك لعند الكار، جاك ديريكتور جينيرال اكس سيكريتير جينيرال دون فاف، استقبلك عند المدخل ودخلك للتيران. جو بونس كو سي لا نورم، ما كانش استقبال مسمو. سي 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 مونكي كو لو ميلفاي ديزولي، لكن يعني حكايتها ميلفاي والله سي الا مي لا ريسيبسيون ادي انا بدو كونسيدير بلي سي كانت ريسيبسيون كوريكت جيد. حاجه في الـ في الـ في هذا. نرجع لا جورني دو ماتش، يا ان افون كاين قبل كاين اثناء وكاين بعد، باش نكونوا منصفين. احنا كان جرى قبل العمل اللي قام به جمال مسعودان سي عرب من جانب وفاق سطيف، قمنا بعمل فيما سبق على أساس أننا نرجع ما أفسده من كان قبلنا، والذي اعترف في بلاطوه التلفزيون على أساس أنه كان سبب الفتنة بين برج وسطيف وبين سطيف والعلمة، وربي يغفر له على كل حال. احنا قمنا بهذا العمل ورجعنا المياه إلى مجراها، وهذا الدليل يدل على اساس انه يوم الماتش، لا الشيء اللي كان انا يوحي انه الماتش راح يندار في اجواء اخويه، كانت احياء مدينه برج بوعريريش تعج بمناصرين وفاق سطيف باللي بوندرول تاعهم، بالطوموبيلات تاعهم، ياكلوا في لي ريستورون، في لي كافي، يديروا في لي سيلفي، احباب اصدقاء من هنا دخلوا الاستاد، دخلوا امورات عادي جدا جيد. لدرجه انه نقول لك كاين دي بليسي اللي كان في تبادل، كاين برايجيه كانوا في 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 المدرجه تاع وفاق سطيف صرا لو ماتش. احنا نقولوا بالطريقه القانونيه لي 90 مينوت بلس لو طون مور ont été consommés le plus normalement dimanche, c'est-à-dire que le match est allé à son terme. Tu joues le match في ظروف سي فري كو في الامور تاع حجاره تاع الكاميرا ماشي انه عادي عادي حتى الرشق 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 بالحجاره سو ني با دون ليكزاجيراسيون ماشي كي نقولوا كماين اللي رايحين نضربوا ليماجيناسيون دي جون باسكو سي ني با دو فري فو ريستي دون لي لوجيك نبقاو في الاشياء المنطقيه باش العقل يقبلها برك. أكيد أكيد. انه كاميو يفرغ ويزيد يجي كاميو كانه هذه سي اون فو فرابي ليماجيناسيون مش هك. احنا نقولوا كاين رشق، انا منقول واحد ما كانش اللي نكر انه ما كانش فيه رشق، كان فيه رشق للحجاره وكان فيه رمي للي في ميجان. الرمي تاع اللي في ميجان ماهيش هي المتسببه بور ريبوندرا سي زغلاش، لانه كان اللي قال ماهيش هي السبب اللي حرقت لو تيران. Le terrain tahrak après, c'est-à-dire la dégradation du terrain, c'est après l'envahissement du terrain ta wifaq stif ou li shiftem Allah ybarak chhal kanu fi ardiyat el meydan. Hada ybin ala asas annahu ja jomhour ghafir min stif tfarrj fi films. Hada bach narja' lel mubarat rishq kayn ardiyat el meydan kayna deblisi kaynin je suis désolé. روحنا انا انسان مشيت بالامس تأزرت مع الناس اللي تسجنوا المؤسف سي كمال جيد ترواج جون دو سيزون من سطيف يجي يتفرج في برج بوعريريش سيزون 16 سنه طلقتهم الجوجه واش دير هنا. انا قلت تكلمت مع بابات الواحد كيفاش تطلق ابنك يعني يجي نمشي. لا علينا معلش حنا كنا نمشي اشياء تحسب عليك سي مسعودان. لا ما لا بلا مزيه انا تلاقيت وجاء امورات منه. الشيء اللي حدث الامس وهذه باش نكون في علمك
باللي لو رونفورسمون الرونفور جا من ستيف تاع لا بوليس جا من ستيف كي دخلت انا للمحكمه وعلى كل حال تلاقيت انا وعز الدين عرب 25 موقوف من ستيف ثلاثه من برج بارج راح تقول لي الامن تفاعل وتعامل وتغاضى ودا انت المتسبب بينهم انصار الفق ستيف عمل شغب سي مسعود نزيدك اكثر ابعد من ذلك علاش محكوم ضرب بالموس بوليسي شهادة بوليسي محكوم ضرب بوليسي بارا بارا الفم عنده 6 شهور البوليسي باقيت له 6 mois ويروح لل ويروح لا روتريت الكوميسار مضروب 7 بوينت سوتور كل هذا حصل داخل الملعب بعد المباراة بصح نقول حاجة نشهدها شهادة لله 3000 هذوك اللي دخلت للأرضية الميدان اللي هما أنصار وفاق ستيف لو كان كانوا ال 3000 رايحين يفزلوا التيران كانوا يديوا طرف طرف يجيبهم ويروحوا لا كانت ولا الأخرى لا فيديو تبين باللي كانت 10 20 من الناس او بلوس 30 اللي كانت تحرك في التيفو تاع أهلي برج بارج كانوا يحرقوا فيه فوق أرضية الميدان كسروا المسمو كسروا تاع لي سيبورتور وين يقعدوا لي جوار لا لا اعطيني وقتي عطيتك قلتك بقات لك دقيقه 3 دقائق خليهم معليش انا نرجع دوك للاستغلال دخل عفوا المقاطعه نفسها خلي لك المجال انك كانك تحمل مسؤوليه الناس مدافعا لانصار الفاقسي بانهم متسببون لا 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 واهلي برج بارج انصار كانوا يعني قلت الرشق لا انا المادة 11 نعرفها معليش المادة 11 مسؤوليتنا الفرق فقط سيد مسعودان أنه زغلاش كان متواجدا في أرضية الميدان نعم وأنت لم تكن متواجد نعم وأنت تتحدث حسب مصادر لا رحت أنا حتى نثبت لا 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 ما تقطعنيش أسي كامل معليش فضل ما تقطعنيش أسي كامل زيد لك دقيقة يا سيدي أه زيد لك دقيقة مش مشكلة تفضل بارك الله لا قلت لي أنا ماني أنا نهدر معليش فضل أنا عيطوا لي في الأشو ما هدرتش واش قال تو تالور سي مازو قال جو روتير سكو جي دي أشو لا ريزون Et je le salue. عنده الحق يجبد واش قال عاشو باسكو عاشو ما نهدرش okay. رحت وتحققت وهدرت مع عز الدين عرب اني قلت لك البارح معاه في المحكمه من ربعه وروح وسمعت في المحكمه وسمعت الناس وسمعت اللي خرجوا وسمعت زيدك اعزك باش نقول لك باللي كاين امور لي خارج المحكمه كان غاشي منين جا الغاشي هذاك من سطيف ومن البرج ومع بعضهم البعض ويروحوا للقهوة يتقهوا ويجيوا ويتحكوا ويديروا ويعملوا أمورات من هنا أنا جنو دي باب كاين أسباب ما قبل الماتش وأنا كاين إنسان اللي نحمله كل المسؤولية اللي هو سيماتان قبل المباراة أثناء وبعد المباراة لأنه تصريحات نارية أولا فيما يخص المباراة وفيما يخص أهلي برج بوعريريش وفيما يخص مدينة برج بوعريريش فيما يخص المباراة قبل المباراة تكلم وقال على كلامه الحق ويقول هذا الكلام اللي كنتوا تتكلموا عليه افتزاز افتز به مدينة سطيف اللي قال أنا نلتو بلاكوب وانتم نلتو مسمو قالها من باب أني نقولها ونعودها قالها من باب أنه أخوية بينه وبينها بوحلفية لأنه بوحلفية كان صديقه وأصدقاء قبل البالو ما تربح بالبطولة فرح وأنا نفرح بالكأس بارك الله فيك يعني هذه من باب المسمو ما كانت لا في الافتزاز معليش ولكن أنا تكلمت مع أنيس وهدرت معاه في التليفون قلت له هذا الكلام ترك حفزت به ستيف ماشي البرش جيد انت راك حفزت به الاخرين وهذا وهذا الكلام هذا راهم يهزوه ويقولوه ملي جوار ها واش راه يقول للبريزيدون تاع البرج ما لا انت الله سيما تام هدر كلام خطير اللي هو الكلام اللي يقول باللي في برج بوعريريج بصفة عامة وأهلي برج بوعريريج وأنا عضو من مجلس إدارة وهذا ما استفزني وحتمني أنني نجي لهنا على أساس أنه عصابة برج بوعريريج تحكم فيه العصابة معناها أننا عندنا أمن في أمريكا والعصابة هذه راهي تريد أن تخلط البلد واستفعلت هذا لك ودبرت هذا المؤامرة ضد وفاق ستيف من أجل إحداث الفتنة في البدل لكي يفلتوا من الحساب العقاب. هل صرح به الوسائل الإعلامية؟ نعم. أم صرح به سمعت الكلام؟ نعم حتى هنا في البلاتو تاعكم. أنا لم أستطع. معليش تفضل له. في كل البلاتوهات. أنا في البلاتوهات وسلمت مع مرافقين. في كل البلاتوهات. تتكلم على مادي لما قال أنا 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 الشيء اللي عجبني في إدارة وفاق ستيف
انها نددت فيما بعد على اساس انه ما كانش اللي يتكلم عندما عرفت باللي هذ الناس راحوا الى ابعد حد. انت كي تتهمني انا ممبر دي كونسيل دادمينستراسيون تحكم فيها عصابه وعلى اساس اننا ندبر لكي اننا نحدث الفتنه في البلد ولو لو سول تور كو انا واهلي برج بوعريش يحكم فيه وحسن معدوم بن حمادي، انت تستغل في امراض، تستغل في مهنه الناس، وتستغل فيما يحدث في البلد، وتريد تحت ما يحدث في البلد، وحبيت تبين للناس على اساس انه باسمه بن حمادي راهي عصابه راهم يحوسوا يخلطوا البلاد كذا منيح. قس الامن، قس العدل، وقس الوسام، هذو سافي دير رام كومبليس في برج بوعريش مع انيس بن حمادي باش يخلطوا البلاد. طبعا حمل مسؤوليه كلامك. معليش خرجت قبل ما تعلق بتصريحات طبعا رضا ماتام. نعود لك طبعا سيد جابر زغلاش، وطبعا دافع تحدث عن فريق وهلي، ولو انه في الاخر المطاف سنخرج بنتيجه هي اطفاء نار الفتنه يا ناس. نحن نستمع لكل الاطراف ونخلو الجمهور الرياضي يستمع ما حدث طبعا في الميدان. قلت للجامعه السعوديه انك لم تكن حاضرا في ارضيه الميدان، عكسك انت كنت متواجد طبعا في ارضيه الميدان. ما رجدك رد وش يقول انت ترجع له ويرجع لك، ولكن حتى نخرج بنتيجه من خلال هذا اللقاء عندما يقول ان اغلبيه الموقوفين او الموقوفون اللي توجهوا للعداله او الامس او امس هم من انصار وفاق سطيف. نفهم من كلامه انكم أن انصاركم هم المتسببون في اعمال العنف في اخر المطاف. 10 ثواني برك نتكلم لك على نقطة و تفضل تفضل أحكي. تفضل نقطة تاع الاستقبال، احنا هذيك لا ميثود اللي درناها احنا باش نستقبلوا الناس بالميكفاي والجي وذيك ماهيش اصلها باش نقول لك الماكلة ولا ذيك. احنا هذا الشيء كي درناه للفرق كامل تحسوا بلوجيست، لوجيست على المحبة، درناها في اللالي درناها في الروتور. دوكا لي زيكيب اللي نروحوا ليهم في الروتور كامل لقيناهم نفس الشيء. لا هذا شيء تاع محبة، ماهوش غرضوا ماكلة، غرضوا تاع محبه باسكو تقيم الفريق اللي جاك، استدير يعني كيما نقول لك تنحي هذيك الشحنه هذيك اللي كان عنده يعني كيما نقول لك افكار سيئه دائما ينحيها. احنا على هذه درناها. الا كان دوك الفرق هذو فهموا لو جيست، الا كان لو جيست هذا ما فهمتوش سي جمال انا لا سان ديباس، انا لو جيست هذا مش تاع ماكله اللي عينه ماكله ماهوش. احنا درنا لو جيست باش الناس تتحدث الحنان هذا كيما نقولوا تاع بين المدن كون فيه تقارب وتواصل، هذا هو لو فيو تاعنا. طيب. لا ما بيناش احنا ماش نخرجوا منها، نخرجوا المهم دوك اللي فهمها هذا اللي فهمها تفضل. دوكا نرجع للانصار تاعنا. انت الانصار تاعنا شوف لحقوا على 11 تاع النهار الليبي، ايش الليبي دارونا الليبي لو جور ميم الور كو احنا خطره اللي فاتت بعثناهم من برج بوعريري صح، بعثنا الليبي هما ما حبوش يبعثوا لنا الليبي. شوف لهنا الحرب النفسيه استدير ما كاش بالمثل، جبدناها بالملفي دوك نزيدوا نروحوا حتى الليبي. ليبي ما حبوش يبعثوا لنا ليبي لا في تاع لو ماتش بور فاسيليتي لو كونفرونتمون. صح كان مقنع وقال لك الانصار مشاو في المدينه يعني ما صارش ما عرفوش قال دائما بين وفاق سطيف حتى انا تحقق بالفريق نيفيتي كل باسكو قلت لك تغلط في كلمه تقدر تحاسب عليها من بعد وراح يكونوا فيها دي ديغا. الور كانت الانصار لحق على 11 تاع النهار يشي ليبي تاعو يقعد العطش الماء من هذيك يقعد يزيد يضرب بالحجره ولديك هذيك لاين هذيك الغش هذا كامل بالحقره اللي شافوها ثم كي يدخل في التيران لابد راح يكون كان فعل ردة فعل او قال لك ماهوش بزاف قال لك 10 من الناس كان فعل ردة 10 من الناس هذوك تقلقوا تضربوا من هذيك بالك الغضب تاعو داروا في التيران بالك حرق التيران ما نقولش بالك ما كانش يكون كاين بالك كاين من توعنا حرقوا التيران جيد صح ولكن كون طلقنا هذوك الناس اللي يضربوا في الحجر هذوك هذوك هم داروا بير كون زدنا طلقناهم للتيران عندكم الصور هذه تاع الحجاره ويديروا كار اللي تكلمت عليها باش تعطوها للانضباط صورتوا صورنا عندكم صور صورنا يعني بالادله لو رابور تثبت بانه فيها كانت هذه الاشياء بيان سير. نرجعوا الانسان اللي كان قاتل خوه مناصر الحريق ما عنده نورمال كون دخلته الميدان يدير كثر الور ما يفو بيان كومبروند اونت لي لين هذا المناصر اللي حرق ما نقدرش نقول لك ما حرقش ولكن شوف واش راه دار شوف واش راه عقب وزيد لا مناص اللي كانت فيه قبل ما نزيد جامل سعودان ونجي الجزائر جلو ايضا بامكانكم المشاركه محمد خزروني حتى نعطي ونتري النقاش جاوب سيم سعودان تفضل في 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 فيما يخص سي زغلاش انا اتمنى انه لا يعاد الكلام اللي انا نقول يفتز الناس جو روفيان اماتام سالوا صحفي في قناه ما سالوا قالوا يعني نبقى في ماتام سيم سعودان لا نبقى فيه لان لا سبب هو وكاين اخرين اللي يجي لهم سبب كبير لان نعرف العلاقه نعرف العلاقه حتى بن حمادي صراحه نعرف العلاقه انا لست مدافع عن رضا ماتام عفوا سيد سعودان ولكن عندما يصرح رئيس النادي قبل المباراه ويعطي للمباراه طابع اخر عندما يقول لك انايا سطيفيه غير يخمو في البطوله والكاس راح تكون برجيه ماتام يشوفوا استفزاز هو العنف
أين هو العنف في هذا الكلام؟ المناصر البسيط ما يفهمش. أين هو العنف؟ لا المناصر البسيط أسامي سعودان لا يفهم، لا يفهم الكلام اللي نفهمه أنا ويفهمه زغلاش ويفهمه خزروني. المناصر البسيط أسامي سعودان يرى في هذا التصريحات، هذا ليس بتصريح رسمي، أنا لست مدافع، هذا ليس بتصريح رسمي، ولكن على إدارة البرج إن رأت في تصريحات رضا مطلب خطيرة فهنالك العدالة كينا. هي التي تفصل. لا سمح لي ما نجاوب. جاوبت لا ما جاوبتش انا، قلت انا سأل نسالك سؤال، نقول لك انت يا سيدي علاش 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 فزتوا له التيرا؟ قال له واش حبيت يدخلوا ينيطويو لهم التيرا؟ كلام تاع ان انترناسيونال سي كما مش نهضر على نابورتكي. انا مانيش نهضر على هذا نابورتكي، انا ماني انا نهضر في البرج في مباراه. معليش راه نعطي لك شوف سي سي سي, سي كما انا اعرف العلاقات بيني وبين برجي، انني شاركت في من اجل التقارب ونعرف العلاقات ونعرف كيف تبدا الفتن ونعرف ايش هي المبارك ونعرف كيف تبدا المشاكل وكيف تبدا المؤامرات. وانا اعرف سامحني، وانا اعرف من اللي في ستيف ولا في برج بوعريج باسم محبته لسيتيف او باسم محبته لبرج بوعريج ويدير لي المشاكل، يدير لي المشاكل لاهل البرج او يدير مشاكل لبرج مش. انا اقولها واتحمل مسؤوليه كلامي. الامور كانت جيده بين ستيف وامور، وكنا بامكان أن نتجاوز أكثر لو لم يكن من قال على قضية الكلام اللي قالوا أنيس بن حوالي وحلوه وعطاوه لأنهم ناس تسمع لهم لأنهم صحفيين ولأنهم ينترفنيو، عطاوه للكلام تاع مسموب اللي كلام افتزازي ولم أرى في الشيء افتزاز بتاتا. جيد سيد مسعود، يلا زاهر جلونا ودي ليك، ما نيش عم نبقى في تصريحات بطاب وفي تصريحات أنيس بن حمادي. لازم يفهم أي مسؤول في كرة القدم مثلي أنا كإعلامي، مثله كرئيس نادي، مثله كمسؤول في الرابطة رئيس سابق، مثله كمدرب كمحلل، بأنه يا ناس الجمهور البسيط هذاك الشاب اللي يروح يناصر الفريق كين كلمات ما يفهمهمش، كين تصريحات ما يقراهمش كما نقراهم أنا ويقراهم المسير واللاعب والمدرب. لذلك لابد على أي شخص عنده مسؤولية أمام الله وأمام الجميع يكون كيفاش يقول لك يختار الكلمات والمصطلحات المناسبة. ولست مع أي طرف كان، نحن نجلب لهم في المرة الألف ضد ما حدث بين مدينتين متقاربتين. ماذا يمكن يقول زهير جلول حتى نطفئ نار الفتنة؟ ولكن لابد من اتخاذ قرارات صارمة في هذه القضية. شوف أنا أتكلم كزهير جلول وكمحلل تاع قناة البلاد ونعطي رأيي الشخصي، لأن أنا جزائري قبل كل شيء، وكان لي الشرف وين عملت في وفاق سطيف ونعرف البيت الصيفي وعندي أصدقاء وأحباء كثير في البرج. أكيد نظن هاد الفريقين نظن فيهم كما يقول لك الناس طيبين وفيهم ناس عقال وفيهم ناس. هاد المشكل اللي صرا أنا نظن أول شيء سوء تفاهم، هذا رأيي أنا. المعرفتي للرئيسين بن حلفاية أو سي حمادي هما أصدقاء قبل ما يكونوا رؤساء أندية في الملعب، هادو كانوا أصدقاء كبار. صح، اليوم هاد الناس راه مسؤولين وكل واحد يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب. لأن كما كانوا يقولوا الأصدقاء كل تصرف أو كل قول عنده كما يقول لك أصداء، ولهذا لازم كل واحد خاصة كي تكون المباراة هذه مشحنة ومباراة اللي فيها حساسية كبيرة لازم كل واحد ينقص، حتى ولو كان باش يقول باش يحفز الفريق تاعه ينقص، لأن راح يكون فيها أصداء. ولهذا أنا نقول اليوم شبه المناصرين أو الناس اللي جاوا باش يزرعوا الفتنة ما بين هاد الفريقين أنا نقول هادو ربي يهديهم، هذا أول شيء. والشيء الثاني هو هاد الفريقين أنا نظن راهم أكبر أصدقاء وأحباب قبل كل شيء. جيد، طبعا قبل ما نقول ربي يهديهم وقبل ما تكون قرارات صارمة، أين هي الكاميرات اللي كنا نقولوا تكون في الملاعب؟ أين هي بطاقة المناصرين تاع العنف باش نوقفوا طبعا هذه أعمال العنف؟ وللمرة الألف على رئيس نادي أن لا يستعين بجماهيره بأنصاره حتى يكون طبعا متواجد في النادي. أنا أتحدث عن هذه برج بوعريج ولا أتحدث عن وفاق سطيف، ولكن أتحدث عن كل نوادي دون استثناء، لأنه اليوم للأسف الشارع اليوم هو الذي يسير هذه النوادي وهو الذي يتحكم في الرؤساء وهو الذي يتحكم في اللاعبين وهو ذلك حتى من يتحكم في دواليب الإعلام، خصوصا ما تعلق الكلام لازم تقوله واللعب هذا قول عليه كلام مليح والمدرب هذا قول عليه كلام ماشي مليح. نعرف ما يحدث في منظومة كرة القدم، حتى الجماهير لها نصيب فيما يحدث، لابد من اتخاذ يا ناس قرارات. اليوم أنا في دولة القانون
قرارات رديئة لا مجال للعاطفة لما يتعلق الأمر بأرواح ناس يا محمد خزر. شوف كمال، احنا اللي ميسون تاعنا نحكي بالون هكذا، حبيت نقول حاجة لأنه ان شاء الله تتسقم العلاقة ما بين هاد الفريقين، لأنه ولاد عائلة وكذا. شكون هما اللي يديروا الفتنة؟ المسؤول كيكون مسؤول يعطي كلام ولا يجي يصرح، من انت باش تصرح؟ لازم تكون مسؤول في هذا الفريق ولازم تكون كذا باش انك تصرح فيه. لا لا سي كامل سامحني باختصار، وخليني غير نكمل ونعمل. مادام دوله جزائريه ما تاخذش هذا الشيء بعين الاعتبار، ما تاخذش هذه الظاهره وما تسخسونيش الناس وما تواسيش تغلط تخلص، خاطش يا نمار كمال سي دي زاني وحنا رانا قاعدين في البلاطوات ونقولوا باللي لا وقت الناس انا جاي نجوا للبلاطو. معليش معليش كمال نجوا للبلاطوات ودي معليش وبعدا نعاودوا نتصالحوا ما تصالحنا. اسمع منهم لي زونغلي كمال كانوا عندهم لي هوليغانز سي محمد كانوا يديروا لهم الشبايك. اليوم الشبايك ماهوش كاين في لي هوليغانز. اليوم لو سيبورتور اللي لي جوست ا كوتي فوالا جوست ا كوتي عند لو جوار ويغلط يغلط لابين تاعو سي ا بارتير دو 5 او 10 ans de prison. نتمنى لانه نتوما خاوه، انا وفاق ستيف خاوتي والبرج خاوتي، ونتمنى نتمنى لانه هذا اللي يدير في هذا اللي يدير في هذه الشحنه ربي يهديه. خاطش لانه شكون هو اللي راهو خاسر اليوم؟ الدراري وين يونترينيو اليوم في ملعب البرج؟ شكون اللي يونترينيو؟ هذا واش حبيت نقول الى ركن السوشيال ميديا. نتوقف عند فيديوهات نستريح، وبعدها سنترك الكلمه الاخيره لضيوف هذا البرنامج من برج بوريريتش ومن ستيف. اليك زميله ايمان بوجملين، مساء الخير. شكرا زميلي كمال، أهلا بضيوفك الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة السوشيال ميديا، حيث كما عودناكم سنرصد لكم أهم ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وكذا روادها من فيديوهات وصور وكذا أخبار خاصة بالرياضة. والبداية بعد كل الإجراءات التي قامت بها الدول وكذا الاتحاديات الرياضية في العالم من أجل منع تفشي فيروس كورونا، إلا للأسف قد أصاب فيروس كورونا لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني، وهذا الأخير وضع تحت الحجر الصحي هو وكل من كان معه. من إيطاليا مشاهدينا نذهب إلى إنجلترا، حيث أعلن نادي أرسنال أن مدربه الإسباني ميكيل أرتينا هو كذلك أصيب بفيروس كورونا واكتشفت حالته، حيث أعلن الفريق عن غلق مركز التدريب. ونفس الشيء مع فريق ريال مدريد، حيث أعلن عن توقيف تدريباته، وهذا بعد كشف حالة من فيروس كورونا مشاهدينا للاعب من كرة السلة، وبهذا وضع كل فريق ريال مدريد تحت الحجر الصحي. من هذه الأخبار نذهب مشاهدينا إلى فيديو قام به الدولي الجزائري إسماعيل بن نصر، وهو استوري عمله عبر الانستغرام أو حسابه الانستغرام عفوا، وهو يساند إيطاليا في محنتها بعد تفشي فيروس كورونا. نشاهد. Anche se non ci vedremo domenica San Siro al tre stadio possiamo giocare insieme questa partita importantissima. Restiamo a casa e siamo vicini anche da lontano. Forza a tutti. Ciao ciao, forza a tutti, restate a casa. Forza a tutti, ciao. وبهذا الفيديو مشاهدينا نخرج من أخبار الكورونا وبها ونذهب إلى فيديو آخر يأتينا من الجزائر، حيث سنشاهد طفل جزائري يرسم خطة لفريقه من أجل الفوز تحت عنوان مدرب المستقبل. نشاهد. أنا هذا عباس، هذا عبد الملك، وهم هي ولي قلبي مهدي، وهذا أنا يا عدو وعاون هذا وعاون هذا وهذا يبقى جيتوك وهذا يبقى جيتوك ورا رياض عباسي ما تروحش في النص جيت وهي ثانية يبقى جيت واحد يبقى جيت بعدين يبقى جيش وكأنه بالماضي في الجزائر العميقة. بهذا الفيديو نذهب إلى فيديو آخر يظهر لنا مهارات هذا العجوز وهو يداعب الكرة. نشاهد. مالك
إلى فيديو آخر مشاهدينا، وهذه المرة من مصر، حيث يأتينا فيديو تحت عنوان اللاعب المعجزة، وهو للمصري عز الدين بهادر. أقول صاحب 75 سنة وهو على بعد مبارتين للدخول إلى موسوعة جينيس، وهو كأكبر لاعب محترف في البطولة المصرية للدرجة الثالثة، ويذكر أنه سجل في مبارته الأخيرة وقدم أداء رائعا. نشاهد. لعب المصري عز الدين بهادر المرشح لدخول موسوعة جينيس الأرقام القياسية وبهذا أصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام فقرتي، أرجع إليك زميلي كمال. شكرا لك زميلتي إيمان بوجملين، طبعا كنت متألقة طبعا في هذا الركن. ونبقى نندد للمرة الألف تصريحات لاعب قديم أو مدرب سابق أو مدرب حالي، نحن نندد التصريحات التي تدعو للعنف، نندد التصريحات التي تدعو للشوفينية. يبقى البريجية والصيفية إخوة في آخر المطاف، لسنا هنا في محكمة رياضية نحكم ما فعله أنصار البرج أو أنصار الفاكستيف، ولكن في آخر المطاف نحن نندد هذه الأعمال، لأن أرواح الأشخاص هي في المزاد يا ناس. هذه الدروس لم نستخلصها طبعا من خلال اعمال العنف. راني جايك محمد خزر نعطيك كلمه فقط سي جابر زغلاش، كلمه اخيره نلطف فيها الاجواء، ونقول لكم نتمنى في مباراه العوده ان شاء الله تصفى النيه ما بين اهلي برج بوريريج وما بين وفاق سطيف وما بين مدينه بوريريج ومدينه سطيف. تفضل. شوف نقول لك علاش احنا كما نقول لك رانا مغيوظين هذيك، لانه احنا ماناش يعني ما درناش الشيء هذا اللي صار لنا احنا على هذيك، باسكو شكون اللي يضر؟ يضر اللي ما يخدمش الامور هذه. مي احنا ان شاء الله، شوف احنا ان شاء الله رانا درنا واحد ان بروغرام، راح ان شاء الله نديروا حاجه مليحه اكسترا اوردينير بور تو لي كلوب، يشوفوا وفاق الصيف واش صرا له واش راح يدير، صدير اون كونتر بارتي واش راح يدير واش راح ينظم. احنا ان شاء الله كاينه مفاجاه، احنا راح نديروا ان بون كيما نقول لك تنظيم مليح، ومنش راحين نديروا الامور اللي راهي الناس بالك راهي تقول دوك يضربوهم ويديروا. احنا نو، احنا ان شاء الله بالويكلو والله بلا ويكلو، احنا ماذا بينا بلا ويكلو باش يشوفوا الصوره الحقيقيه تاع وفاق سطيف. وفاق سطيف مادام تاع القاب ماهوش بالعنف اللي يمشي في القاب. شكرا سيد جابر زغلاش، وانا نشكرك على رزانتك وهدوءك، هذه الاشياء اللي تجعلك ايضا بالفعل تمثل نادي كبير وعريق هو نادي وفاق سطيف. حتى جمال مسعودان ايضا يمثل نادي كبير هو نادي عريق نادي علي برج بوريريج. كلمة أخيرة في 10 ثواني سي جمال. علاش 10 ثواني؟ قبلونا فلوريد. ما تعطينيش 10 ثواني ما فوتني. شوف أنا خطاب رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون قال أنصحوني. قال أنصحوني خي كي تخاطبنا قال أنصحوني. أنا أنصحه أنه يدير لجنة ثلاثية، وزير الشباب والرياضة، وزير الداخلية، وزير العدل. كاين أن ترافاي قاموا به الإنجليز نقوموا به احنا إن شاء الله. شكرا باش نحاربوا العنف والفساد. شكرا سيد جمال مسعودان. في الأخير قدم دائري بلاد حشيشي الاسم البارز في شباب الوجداد بمناسبة احتفاله ب 85 سنة، وأيضا توفيق شوشار نعمة الرجال، وأيضا بيغا وكل سكان البوليدة، وأيضا محمد حداد، موسى سامي، طيب عادل، برش وعبد المنعم، وأيضا بوعمامة فريد. كما نتمنى الشفاء لزميلنا في إذاعة القرآن وفي الإنعاش، مصلحة الإنعاش عبد الغني زيداني، نتمنى له كل الشفاء. وحداج رئيس الرابطة الوطنية السابق والاتحاد الجزائري السابق وجزء الانضباط متواجد في حالة حرجة، نتمنى الشفاء للسيد حداد. شكرا لكل الأوفياء، وأيضا محمد محداد مناصر فريق شباب بلوزداد. إليك محمد خزر. أنا برك بغيت نقول حاجة ما سب على اللاعب السابق لوفاق سطيف ماتم، قل له بلي ودي من حقك أنك تتكلم بيان سور تو ان نونسيا جوار، بصح انسان انا كي تحب تتكلم صدر هذه شخصيتك، حنا كاع دي زونسيا جوار لازم تعطي الحق لكل واحد. دونك انا نتمنى للماتم يعطيه الصحه ونقول له بلي احنا رانا خاوه ورانا فوالا هذا واش حبيت نقول في ثانيتين. انا نتمنى ان شاء الله الفريقين يعاودوا يولوا كيما بعضهم بعض، خاوه. وحبيت نقول الف مبروك لزميلي ياسين بن موفق في مونريال، وين اول جزائري اللي خدا نيكيب سيمي برو. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لضيوفي، شكرا للاوفياء، شكرا لمن ساهم في انجاح هذا العدد، والشكر الجزيل طبعا. نختمها بلقطه
أخوية بين البريجية والصيفية، ولكن هي لقطة بين إخوة جزائريين قبل أولا وقبل كل شيء. فكل التقدير لكل أنصار البرج وأنصار الفاقستيف، دمتم إخوة وكل أنصار. نتمنى هذه الصورة نختم بها. طبعا هذا البرنامج برنامج جحكي بالون، لا شيء يفرق بين الصيفية ولا شيء يفرق بين البريجية وبين كل الجزائريين دون استثناء، ولكن لابد من اتخاذ قرارات ردعية لنبدي العنف والقضاء على العنف. شكرا لك وليد حمدادو، شكرا لمخرج هذا البرنامج ليلى سعيدة، في أمان الله.